حبك اللي صادق لبعد الحدود، كان وايد وفي معايا ريم. ما تتخيلي كان حبه نقي وصادق معاي بكل شيء. ما اقدر اصدق هذا الوصف اللي تصفيه مو بهو. اللي شفته في الفيديو وحش، مو انسان. انسان ممكن يكذب يخون بعد الزواج، بس ما يتحول المجرم يطق بدون رحمه الا اذا في شيء انت ما قلتي لي. شيء مثل شنو؟ عنده صدمه بحياته، في كارثه، في ازمه، عنده رده فعل. هو في شيء بس انا محرجه اقول لك عنه. شو تنحرجين؟ غصون، احنا وصلنا نص الطريق، لازم نكمل. انا اثق فيه، جبتك ببيتي، قولي لي. ادري يا ريم، ادري. عمر كان وايد يحب الموسيقى، كان وايد متعلق فيها، بس اهله رفضوا هذا الشيء ووقفوا ضده. وابوه كان حلمه انه ولده يطلع دكتور ولا مهندس ولا محامي، شيء يفتخر فيه قدام الناس. علشان كذي قرر يشتري شهادة مزورة لعمر. إيه يا ريم، اشترى له شهادة مزورة، فتح فيها شركة. الشركة هذه كبرت، صار فيها مهندسين، وقامت تجيهم مشاريع. ويوم بعد يوم اجى واحد من المهندسين واكتشف هذا الشيء، اكتشف ان عامر عنده شهادة مزورة. قرر انه يوضحها قدام الناس، وهذا الشيء سبب له احباط. كره الشركة وسكرها، كره ابوه لانه خلاه في هذا الموقف. علشان كذي صابه احباط، كره كل الدنيا، وبطل حتى يكلم اهله. بس هذا الشيء ما يخلي يصير مجرم. أدري يا ريم، ابتدى يلعب قمار. شنو؟ قمار؟ إيه يا ريم، قمار. يلعب قمار بالبيت؟ إيه. تعبت يا ريم. خلاص حبيبتي، خلاص. شو تسوين هني؟ ليش ما في غرفتك؟ ابي امي. امك راحت، اذنفت. لا ابوك لا ابو امك. بنتي سلامتها ان شاء الله. طمني يا دكتور. ما تخافي ان شاء الله ما في شيء. انا خيطت جرح براسها، كتبت لها دواء مضاد حيوي، وان شاء الله لا بتاخذوها معكم. بس يا اختي لازم تديري بالك عليها منيح، هي بنتك لساها طفله، لا سمح الله كانت راحت فيها. بشكر يا دكتور. دكتور ابي اشوف الله يشفيك. قلت لك شوفيها هي بالطوارئ. يلا بالاذن. بس خلاص روحي. سلام حبيبي. شيك صاير؟ ماي ماي ماي. بسم الله حلمت بشيء مزعج؟ ايه. بشنو حلمت؟ وايد كان مزعج، وايد. زين حبيبي ارتاح، نام باكر والصباح رباح. يلا نام. ان شاء الله. بسم الله عليك. بسم الله عليك. بسم الله عليك. بسم الله عليك.
ليش يا عمر؟ ليش سويت كذي؟ ما عندنا الا هالبنت وكانت بتضع من بين ايدينا والذبة انت. ليش؟ وين عمر اللي حبيت زمان؟ وين عمر اللي ضحيت بمستقبلي علشانه؟ وينه؟ يا عمر احنا بحاجتك، واللي سلمك رد رد حق بيتك وبنتك. احنا بحاجتك يا عمر، رد. شو اللي تغير بحياتي أنا؟ بعدني قاعدة بين أربع حيطان وحدة. الله يسامحك يا سالم. لازم لقي حل لهالموضوع. هيدي منا حالي. ما تريق؟ لا لا الحمد لله كلت وكلت. وين كلت؟ نص بقعد دامي ما سكت. الحمد لله الحمد لله. اعطيني ما اعطيني. مشكوره. يلا تاخرت وروح حق الاستاذ. الله معاك يما، بس ها دير بالك على نفسك وهالله هالله بالنتيجه الزينه. لا تحاتين، وصمون الجبل اللي سويت لي وعصير البرتقال معي بالجنطه، زين كذي؟ اي زين كذي. يلا مع السلامه. الله يحفظك. مع السلامه حبيبي. امان الله. احتنا انا ترخص عندي شغل وايد. وين رايح؟ تريق. عندي شغل وايد يا يبا الله يهديك. زين بس مو تنسى اليوم تيجي على الغداء ها، ولا ترى ان شاء الله هذا انا قلت لك ان شاء الله. الو محمد انا جايك جايك ابوي قال جاي ان شاء الله ابوي بارك الله طول عمرك. ادري ان الموضوع يضحك بس يا يما الريال خليك وراه علشان يروح مني ولا مني. زين خالتي انا بروح بيت الوالده، تبي انتي معي؟ لا حبيبتي روحي انتي، انا عندي كم شغله بالبيت سلمي عليها. الله يسلمك. انا تنج. مع السلامه. تبي احط لك شاي؟ يعني ولهت على ريوق الوالده. مساكين اهلي وايد متعلقين فيني، ودي نروح نعيش معاهم. صدقين ما اقدر احس بهالشعور لان ما عندي عيال. طارق الله يهداك، ليش ما تبي تشيل الموضوع من راسك؟ انت شايف الموضوعاتي؟ احنا قاعد نتكلم عن موضوع عيال مستقبل، يعني مو من حقي يصير عندي ولد. انا اقول ان موضوع في شيء
احنا لازم نفحص. حبيبي انا اقول ناجل هالموضوع بعدين، انا تاخرت على دوامي لازم اروح. مع السلامه. قلت لها شمس احط لك بدال الشغاله شغالتين ثلاث ولا يهمك. وانا قلت لك ما بدي شغاله هلا، عبالي انا وانت نكون بالبيت وحدنا نضحك نمزح بدون ما حدا ياسرنا. علشان هيك انا بجيب الشغاله عشان تفرغ هيك نفسها، يعني الشغاله ما تاثر. رح تاثر كثير. كيف؟ بتعرف شي؟ عبالي انك تحس ببيتك معي غير بيتك الاول، وطريقة عيشتك مع مرتك الاولى غير طريقة عيشتك معي. عبالي انا اهتم فيك، اعمل لك الاكل بايدي، غنجك دللك رجعك شاب. ردينا على قصة سالم الشايب. ها يا سالم، انت اللي عم بتجيب سيرة هذا الموضوع مش انا. كل مرة أنا بكون عم بحكي بقصصي وبعلاقتنا مع بعض وكيف أنا حاببتها ومتخيلتها، بتجي أنت بسالفة العمر. تركني بس شي مرة أحكي هيك كيف أنا حابة براحتي بلا التعقيدات اللي أنت عندك إياها. لا أنا آسف أستاذة ميس، في واحد من الزباين عنده مشكلة وأتمنى تين تحلينها. إن شاء الله هلأ بالحق. إن شاء الله. أنا ذنكم. خلص يبقى روح هاي الحين وحل هالمشكلة هذه، ولا صار الليل إن شاء الله بنحكي. ليه؟ مش رح نتغدى مع بعض؟ مثل ما بدك. عن إذنك. تقدر شو انت بدا ميس؟ عاد اسالك سؤال. طبعا اكيد، اذا بخصوص الشغل تفضل. ايش حق اسال؟ خلينا امشي وايد احسن. يعني انت هلا طلعتني من عند المدير على الفاضي؟ انت ما تلاحظين ان صايره وايد جاسيه معي؟ لا ماني ملاحظه. لا لحظه لحظه، ترى انت من رديتي من بيروت انت وايد متغيره علي، متغيره بكل شيء. الله يسامحك، بشو مغيره؟ لا هو يعني مو متغيره بكل شيء، ببعض الامور في اشياء زينه واشياء مو زينه. وشو هو يلي مو زين؟ المو زين اني ساره ما تحملي مني كلمه، كل ما قلت شيء على ادنات الدون شعنتيني وكسرتي مياديفي. لك يا حامد، هيدا الموضوع حكينا فيه من زمان وفكرت ان خلصنا منه، وبعدنا لهلا عم نحكي فيه. لا مو لهلا ولا نخلصنا منه ولا حكينا. حلوه هذه، الموضوع للحين ساري. انا بصراحه مو متقبل اللي قاعد يصير، التعذرين بعذار ما تدش العقل. وانا واحد شلت بخاطري، مع ان ادري ان انت ما ترضين اشيل بخاطري، لكن شلت بخاطري، شو اسوي بعد؟ شو المطلوب مني؟ المطلوب ان نقعد ونحسم الامور. الامور محسومه بيناتنا من زمان، قلت لك انا بعزك مثل خيي، وفعلا ما بدي اخسرك يا حامد. يا بتعاملني انت باخويه يا انه ما بقى احكيك بالمره. لكني صرت خفيف أصلاً، عادي خروف سعيد ولا أسد حزين. ما شاء الله ما شاء الله، صدقني يا سلمان إنك ممتاز. أنا ما توقعتك تجاوب على كل هالأسئلة والأجوبة كلها ممتازة. مشكور، تعبت معي وايد، شكراً على مساعدتك لي. هيدا من فضل الله وإصراره، وأنا بتوقع أن الله راض إنك بأقل من سنة بترجع بتمارس المهنة مثل ما قال الدكتور. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. طيب لكن منشوفك بخير. شكرا أستاذ. مع السلامة. مع السلامة. الله. سلم قلبه والله.
غدي يا غدي يا غدي. قولي قولي قول يوسف. هلا انا بروح ابدل وبروح البيت. ها عسى ماشي. ايش فيك؟ لا ماكو شيء، شوي عندي شغله مع الاهل وراجع على طول. لا لا خير ان شاء الله، الله وياك حبيبي. خير بوي. ابي شيء؟ سلامتك حبيبي. سلام. انت اكثر طالب كنت قاهرني ايام الجامعه. اشطر واحد، اشطر واحد بتشخيص الحالات. تذكر يوم الدكتور اعطانا حاله وقال لنا شخصوها وكلنا طلعنا غلط، انت الوحيد اللي صح؟ وعقب شنو سوى؟ اللي قهرني اكثر قال لك تعال نفتح عياده مع بعض. تدري شنو صار فيني؟ مت من القهر. تتذكر؟ ايه اتذكر، كانت السنه الاخيره قبل التخرج. ما شاء الله ذاكرتك قويه. لو سمحتي بغيت نتيجة التحليل. شو الاسم؟ سعاد محمد. ثانية. تفضلي. مبروك انت حامل. ألف مبروك يا يمه. ألف مبروك حبيبتي. الحمد لله. شكرا. شكرا. ألف مبروك. أنا عندي بغبغان غلبة ونص لسان. شمس الجاقية. ريم 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 قومي بقى قومي، صار الضحى العود. قومي قومي هاتش شربها نسكافيه. أحسن منك كلم بعض. نعم من متى نكلم بعض إحنا؟ لا عاد لا لا، إذا أنت فقدت الذاكرة مثل سلمان بين وقعد. أنا بسامحك بس بشروط، شروط قاسية. يبقى راضي بكل اللي تقولينه، تشرطي وتدللي تامرين امر انت، بس شرب النسكافيه او بنقعد ليتال الليل نسولف. هاتش روح حق المجله، ماكو اليوم، اليوم مؤتمر صلح بيني وبينك. عاد انا ودي اليوم اروح المجله. ليش بالله؟ صح ضميرك بتداومين يعني؟ لا امس بديت اخلص نص المقال اللي كان ودي اكتبه. اي مقال؟ المقال اللي عن عامر غصون اللي صار بينهم. غصون وعامر. اي ايش كتبت فيه؟ عاد انا ما بقرا لك اياه كله بس راح اقول لك بشكل مبسط صغير شلون الشباب يحسون بالمراه انها هي تضحي بكل لحظه بحياتها عشانهم، ما راح يقدرون يغلطون عليها. ريم كنا الكلام لك هجاره. اي بس خوش مقال وجديد بعد، لا ويمدحونه. هلا يما. اي حبيبتي صج. اي ان شاء الله حين اجيكم. يلا مبروك حبيبتي، يلا باي. ايش فيك الله يهداك؟ احنا مو قلنا ماكو طلعه اليوم. سعد مرت اخوي حامل، نبي نسوي مفاجاه حق سلمان. يلا قوم. لا والله سعد حامل. يلا يعني انا تذكرت وين كنت قاعد. الله يا حلو هالشعور. الحمد لله يا رب الحمد لله. ميس ميسي وين؟ تفضلي. أنا رايح البيت تمرين بشيء. سلامتك. سلامتك وتقولينها مخيب نفس الله يهديك. عاد يلا عن الدلع، لو ان الدلع يلوق عليك. احنا اتفقنا خلاص عادي يا باي. لازم. الو نعم شلون؟ والله الله يبشر في الخير. لا 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 انا كلها مسافه طويله ان شاء الله يعني حالا. يلا فمان الله فمان الله. بشاره سعاد حامل. مبروك.
الله يبارك فيك، بس شويش تقولينها من غير نفس الله هديك؟ يلا عاد خلاص عن الزعل، يا أنا ليلى جايك. يلا عاد ابتسمي فإني قادم إليك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل ناطرينك. الله يخليك. يا حمد حاول تستوعب الموضوع معاي. أنا ما قلت لك لا تبكي على زوجتك ولا تزعل عليها هي وبنتك، بس أرأف بحال أمك المسكينة، حاول تهدي أعصابك شوي. مو قادر يا حياة، مو قادر. أنا فقدت أغلى ما أملك بهالدنيا، أنا فقدت زوجتي وبنتي. بالله أنتي حطي نفسك مكاني وقولي لي إيش بقالي بهالدنيا، إيش بقالي؟ بقالك أمك، أمك المسكينة اللي من سويت الحادث للحين وهي 24 ساعة يمك. بنتك وزوجتك الله يرحمهم وإن شاء الله في الجنة، بس أمك أنا خايفة عليها يصير فيها شيء. خليها تروح البيت ترتاح، أنت هني تحت رعايتنا، أنا خايفة يصير فيها شيء، وايد تعبت. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا يا خالتي. هاي يما شلونك الحين؟ زين؟ خير. صليتي يا خالتي؟ الحمد لله. تقبل الله منا ومنك ان شاء الله. تفضل يا سماح. اقول دكتور. نعم. قلت لي بتقولي خبر يفرحني ويسعدني، بس علقتني. صح كلامك. تسمعي سماح، أنا ليش بس أشوف التليفون. ألو، هلا طارق، وين؟ يلا 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 كاني هيكو كاني. أنا ليش عندي حالة طارق، خلص وحي ليش. حالة طارق؟ والله ما حد الحالة طارق إلا أنا وأنت محاصريني. شو أسوي؟ هذا هو حظي. ألو، هلا حبيبي. حياة وينك؟ أنا في الشغل الحين بطلع، وكنت مفكرة راح أتغدى ببيت أهلي. لا لا لا، لا تغدين عند أهلك، أنا خلاص دوام مبكر وناطرك هنا. يلا أوكي حبيبي، كاني هيا. يلا باي. هيا.
سعاد يمه ما قلتي لي اذا بنيه ايش بسمينها؟ والله ما ادري خالتي، بشوف انا وسلمان. في بالك اسم يعني معين؟ اذا ولد شو اسوي؟ انت قولي ايش بسمينا اذا ولد. يمه سلمان مبروك. مبروك يا اخوي مبروك. مبروك على شنو؟ زوجتك حامل. مبروك. مبروك علينا. يمه اذا ولد ابي جند تسمينه ان شاء الله، واذا بنت في اسم بالي انا اللي بسميها. سلام حبيبي. شنو هذا؟ تكلمي شنو هذا؟ ايش حقك تاخذين الحبوب؟ ايش حقك تاخذين الحبوب؟ تكلمي ردي علي، ايش حقك تاخذين الحبوب؟ ما تبين مني ياهل؟ انت كيف تحرميني؟ انت السبب، انت اللي خليتني اخاف ياهل يربطني فيك طول العمر، انت صار مريض. مريض انت المريضة، انا ما اتثق فيك. انت طارق، طارق ين. حلو حلو حلو. حلو؟ وايد حلو. انت اي شيء تلبسينه يصير حلو. صدقيني اشتقت لك. تعالي تعالي. وانا كمان اشتقت لك. ليك حس اللون قوي شوي. لا لا عادي، بس هذا مال سهره. على ايدك سهره سهره. انا اقول لي لابستها مال سهره مو انا مال سهره. انا حاخذ شاور لانه جاي لعندي الكوافوره بتزبط شعراتي. اي كوافير؟ اخذ موعد جاي لعندي بعد شوي. هذا وقت عاد وانا ايش بسوي؟ ما بعرف، بس ما بقدر القى الموعد حرام. يعني هي حرام انا مو حرام؟ انتوا الاثنين حرام، بس انت جوزي معلش هي غريبه. عن اذنك. حاله حاله. لا
سالم تغير، مو سالم الأولي، بدأ يتأخر وما يرد إلا تالي الليل. الموضوع في شيء، انتبه يا فضة. الحقيقة روعة. أجاملني؟ لا حشه، ترى أنا ما جامل، أنا أقول الصراحة وبالوي، معزوفتك روعة. ما شاء الله عليك محترف مو هاوي، أبد ما نشزت، حق منه هذه المقطوعة؟ المقطوعة هذه الموزارت. ما شاء الله موزارت مرة واحدة؟ لا 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 يا أخوي وين رايح؟ سمعنا سمعنا. يا ريال أنا صار لي شهرين الحين أتعلم على هالعزف هذا. لو عزفت شغلة ثانية بنشز. مو مشكلة ليات أكثر إن شاء الله نتلاقى ونقعد نستمتع معاك، أهم شيء إنك رديت للموسيقى. ترى حلو الإنسان يتعلم على الآلة اللي يحبها حتى لو كان في عمر متأخر. إيش قصدك أنا شايب؟ عموما أنا تعلمت على تشيلو وأنا صغير، كان من الصعب إني أتعلم عليها وأنا كبير. عيل تدري سمعنا. Bye.